السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بافضل صحه وافضل حال. في فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نحفظ بسرعه، وان احنا نقدر نحفظ كميات كبيره في وقت صغير، وان احنا نقدر نذاكر مثلا اكتر من درس، مثلا نذاكر 3 دروس او 4 دروس حوالي واحد او شابتر، نذاكرهم في ساعه او ساعتين بالظبط، ونقدر نحفظهم وما ننساهمش بسرعه باذن الله يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو حابب اعتذر عن المده الطويله اللي احنا غبناها وما قعدنا فيها ما نصورش، بس حرفيا اللي حضر اللايف بتاع امبارح هيفهم وعرف انا بقول ايه. انا كان عندي امتحانات وكان عندي دروس والكليه بدات، فكان في عندي شويه لخبطه كده، فعشان كده كنت قاطع حوالي 10 ايام عن اليوتيوب ما بصورش فيديوهات، بس ان شاء الله ارجع واستمر تاني، بس ادعوا يعني الدنيا تمشي تمام. وعلشان ما نطولش اكتر من كده خلونا نبدا الفيديو. اول حاجه المفروض ان احنا نعملها علشان نقدر نحفظ بسرعه، وهي تهيئه الدماغ. لازم تهيئ دماغك الاول قبل ما تبدا تذاكر او قبل ما تبدا تحفظ، لازم الاول تهيئ دماغك. طيب اهيئ دماغي ازاي؟ عشان تهيئ دماغك في شويه حاجات كده لازم تعمله. اول حاجه ان انت تشرب ميه كتير، ده هيساعد مخك ويساعد الذاكره. تاني حاجه النوم بقدر كافي، حاول على قد ما تقدر تنام بشكل كبير وبقدر كافي، لان لو ما نمتش عدم النوم بصراحه يعني بيعمل حاجه زي نظام عدم التركيز، بيأثر على المخ وبيأثر على الذاكره بطريقه سلبيه. تاني حاجه وهي الطعام الصحي، حاول على قد ما تقدر تاكل طعام صحي كتير، دي كلها حاجات هتهيئ دماغك ان انت تحفظ بسرعه. تاني حاجه هتسهل عليك موضوع الحفظ وهي الكتابه والتلخيص، حاول على قد ما تقدر ان انت تكتب كتير. اي معلومه انت مش حافظها او مش عارف تحفظها حاول تقعد تكتب فيها اكتر من مره، الكتابه الكتير بتخلي المعلومة تثبت في دماغك. تاني حاجة وهي التلخيص، حاول على قد ما تقدر تلخص، مثلا عندك كتابة وعندك شابتر حاول تلخصه، عندك درس حاول تلخصه، لان التلخيص هيسهل المعلومة ومخك هيفهم ان خلاص الدرس بقى سهل ويبتدي يحفظه بسرعة. تالت حاجة المفروض تعملها لو عايز تزود الذاكرة بتاعتك، وهي الاستماع وتعليم الاخرين. اي معلومة انت عايز تحفظها، درس مثلا انت مش عارف تحفظه، حاول على قد ما تقدر تسمعه كتير، تسمعه من المدرس، تسمعه من الدكتور عندك في الجامعة، تسمعه من اي حد، تسمعه من على اليوتيوب. المهم لما انت تسمع الدرس اكتر من مرة وشرحه اكتر من مرة هتفهمه وهيبقى سهل بالنسبة لك ان انت تحفظه، لان خلاص عقلك الباطن هيسجل ان دي معلومة انا سمعتها كتير، فاذا المعلومة دي مهمة وانا هسجلها لاطول فترة ممكنة. فحاول على قد ما تقدر ان انت تستمع للمعلومه وتستمع للدرس او الحاجه اللي انت عايز تحفظها من اكتر من مكان وتحفظ وتستمع ليها لاكتر من مره. وتاني حاجه وهي تعليم الاخرين، حاول على قد ما تقدر انت حاجه مش فاهمها او درس مش فاهمه او مش عارف تحفظه، اعتبر ان في شخص قدامك او طفل صغير قدامك وانت بتشرح له الدرس، دي حاجه هتزود ثقتك بنفسك، زائد ان هي هتخليك تحفظ الدرس بسرعه جدا ومش هيتنسي تاني. رابع حاجه هتسهل عليك موضوع الحفظ وهي الخرائط الذهنيه، حاول على قد ما تقدر تعمل خرائط ذهنيه. واللي مش عارف يعني ايه خرائط ذهنيه، الخرائط الذهنيه دي عباره عن تلخيص شامل للدرس او الوحده وهكذا، دي بتبقى خرائط انت بتعملها لنفسك، ولما تيجي تذاكر اي درس او تعوز تحفظ اي درس بتبص على الخرائط دي، حرفيا هتفتكر الدرس ومش هتنساه تاني. وان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب عشان الناس اللي عايزه تعرف ازاي نعمل الخرائط الذهنيه، باذن الله هعمل لكم فيديو تاني اعلمكم فيه ازاي تعملوا الخرائط الذهنيه دي. وبس كده، ده كان فيديو سريع حبيت اعمله ليكم في اسرع وقت علشان اكسر في الفترة الطويلة اللي احنا عملنا انقطاع فيها. وبس كده، يا رب تكون استفدت، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي يبقى عن مادة ايه. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، سلام.